تعزية بالتأكيد نحن نعتز فيها نفتخر فيها، وهي لفتة كريمة وعظيمة تعبر عن أصالة سيادة الرئيس وأصالة شعبنا الجزائري. ونحن دائما نعتبر أنه نحن والشعب الجزائري شعب واحد وليس شعبين، وقضية واحدة وليست قضيتين، وهذه علاقة تاريخية. بالتأكيد الظروف اليوم هي ظروف صعبة جدا، ولكن هذه اللفتات الكريمة تشعرنا بكثير من الراحة وتدفعنا إلى المواصلة وتقوينا على القيام أو الاستمرار بالقيام بهذا الدور الإنساني النبيل. والله نسأل أن ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ويصبرنا ويتقبل الشهداء ويوفق الجميع لما فيه الخير، ويبارك فيكم وفي أفعالكم وجهودكم، وإن شاء الله نراكم إن لم يكن في الجزائر ففي القدس محررة. بارك الله فيكم.